هذه المظاهرة أثبتت أنه أبناء تشرين ما يتخلون عن رفاقهم، واليوم أيضا اتفقوا على أن يتحدوا على أن ينظموا مطالبهم بشكل صحيح وأن يوجهوها إلى الجهات المؤثرة. يعني سئمنا من مطالبة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية باتخاذ إجراءات ممكن أن تحقق بعض مطالبنا، لأن أي إرادة ما متوفرة لهم أتصور المرحلة القادمة راح تتوجه المظاهرات إلى جهات مؤثرة. طالب بإزاحة هاي المنظومة الفاسدة شلع قلع والقالها وياهم. وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل العراق اليوم، وخصوصا بعد تصريح الأمس لرئيس الجمهورية برهم صالح بأنه قد تمت سرقة 1,000 مليار دولار من خزينة العراق منذ 2003 ولحد الآن. هذه الكلمة وهذا الاعتراف هو لوحده يوجب على كل أبناء الشعب العراقي، يوجب على كل أبناء الشعب العراقي أطفالا كبارا شبابا رجالا نساء شيوخا أن يخرجوا وأن يلتحقوا بثوار العراق الآن في ساحة النسور. والله العظيم راح أحكيهم أنا على قد مسؤوليته، حتى تحاسب مو مشكلة. طردونا قوات الأمنية، طلعونا من جوا الجسر شارع ترابة، طلعونا بحمرات ومتوجهين السلاح علينا. احنا عراقيين لو لا عراقيين مو صحيح؟ زين نرفع السلاح جند العراق على اخوه يصير؟